لنظرية تعطيني بعض خصائص الاتحاد. لو جينا للخاصية الأولى، اتحاد بي تساوي بي اتحاد، واضح أن الاتحاد عملية إيش؟ إبدالية، وهذا يعني بديهي، لكن ممكن لو بغينا نثبته سهل إثباته. ناخذ عنصر في الطرف الأيمن ونثبت أنه في الأيسر والعكس. رقم اثنين برضو يمكن إثباتها، حنا سنثبت رقم ثلاثة وأربعة. واحد واثنين ناقشناه ويمكن إثباته، يعني واحد قلنا بديهية، رقم اثنين ناقشناها برقم اثنين بنناقشها بالرسم. ثلاثة وأربعة بنسبتها، خمسة تمرين. إذا كانت هذه A و B، طبعا الاتحاد حقهم هو هذه المنطقة المظللة ولا لا؟ صحيح؟ يكتبه. ما علاقة الـ A بهذه المنطقة المظللة اتحاد B؟ جزئي منه، واضح أنه جزئي منه. المجموعة A جزئية من الاتحاد، تقع داخل، يعني كل المجموعة A تقع داخل الاتحاد، إذن هي جزئية من الاتحاد. الـ B برضه وش علاقتها بالاتحاد؟ برضه جزئية منه، برضه جزئية منه. إذن أي مجموعة هي جزئية من اتحادها مع أي مجموعة أخرى؟ أي مجموعة عبارة عن هي مجموعة جزئية من اتحادها مع أي مجموعة أخرى. طيب نجي للرقم ثلاثة، هي عبارة عن، طبعا عبارة عن إثبات تساوي بين مجموعتين. رقم ثلاثة هي إثبات تساوي، لأن علامة تساوي بين المجموعة هذه والمجموعة هذه ولا لا؟ طبعا هي ثلاث مجموعات، لكن اتحادهم كم يعطيني مجموعة؟ مجموعة واحدة. هي ثلاث لكن إذا اتحدوا مع بعض تصير مجموعة. إذا هذا المسألة رقم ثلاثة هي إثبات تساوي بين مجموعتين، هي إثبات التساوي بين مجموعتين. خلوني أعطيكم في المجموعة السابقة كنا حليناها، وبعدين تكلمنا عن الخطوات اللي حليناها بها، لخصناها في أربع خطوات. قلنا هذه أربع خطوات هي التكتيك اللي تحل به أي مسألة فيها تساوي مجموعتين في هذا المقرر. فخلونا نكتب، أول شيء خلنا نكتب الخطوات، يعني نعكس اللي سويناه هناك. خلونا نكتب الخطوات وبعدين نطبقها. قبل نكتب خلونا نناقش الموضوع. متى تتساوى مجموعتين؟ هو مطلوب إثبات تساوي مجموعتين. متى تتساوى مجموعتين؟ تساوي مجموعتين أخذناه حنا في التعريف، وهو أن يكون كل طرف محتوى في الآخر، كل طرف محتوى في الآخر. فيجب أن نثبت أن الأول الأيسر محتوى في الأيمن، والأيمن محتوى في الأيسر. إذا أثبتنا هذا الشيء فمعناته أثبتنا التساوي. مطلوب إثبات التساوي بين المجموعتين، مطلوب إثبات التساوي بين المجموعتين. إذا سأثبت أن كل واحدة منهم محتوى في الأخرى، يعني إذا قلنا هذا المجموعة رقم واحد وهذا المجموعة رقم اثنين، يجب أن أقول أن واحد محتوى في اثنين واثنين محتوى في واحد. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كان عندي المجموعة رقم واحد ومطلوب مني إثبات أنها محتوى في المجموعة رقم اثنين، كيف أثبت أنها محتوى في المجموعة رقم اثنين؟ طبعا لحظة معي، نرجع ذهننا إلى أنت عشانك الحاضر معي هناك، يرجع شو اسمه أذهاننا إلى تعريف الاحتواء، إلى تعريف الاحتواء. متى نقول أن المجموعة واحد محتوى في المجموعة اثنين؟ إذا كان كل عنصر في واحد ينتمي إلى اثنين. طيب كلمة كل عنصر في واحد، أنا ما أعرف المجموعة رقم واحد، وحتى لو أعرف عدد عناصرها وكان غير منتهي ما أقدر أشيك عليها كلها. إذا وش أسوي؟ أخذ عنصر اختياري، أخذ عنصر اختياري، عنصر اختياري في المجموعة رقم واحد. إذا وجدت أنه ينتمي إلى المجموعة رقم اثنين فكل العناصر تنتمي إلى المجموعة رقم اثنين، لأنه عنصر اختياري، والذي يجري عليه يجري على جميع العناصر. واضح؟ طيب إذا أخذت عنصر اختياري في واحد وجدت أو أثبتت أنه ينتمي إلى اثنين، يحصل عندي أن واحد جزئية من اثنين. هذا يكفي؟ لا، أبدأ أخذ إيش؟ العكس، أخذ عنصر في اثنين
واثبت انه ينتمي الى واحد، وعندها يثبت ان اثنين جزئيه من، إذن اقول بعدها ان المجموعه رقم واحد تساوي المجموعه رقم اثنين، المجموعه رقم واحد تساوي المجموعه رقم اثنين. هذه الخطوات اللي قلتها انا شفهيا وبكتبها لكم تكتبون هذا الحين. واحد لاثبات التساوي بين مجموعتين يجب إثبات أن كل منهما محتوى أو محتوى كل منهما محتوى في الأخرى. رقم اثنين، كيف نثبت أن كل منهم محتوى في الأخرى؟ نأخذ عنصر اختياري في إحداهما، يعني ما في اليمين أو في اليسار، ثم نثبت أنه في الأخرى. إذا مثلا أخذت عنصر في اليمين وأثبتت أنه في اليسار، إذا أنا أثبتت أن اليمين جزئي من اليسار، ما حليت كامل، يبقى العكس ثم العكس. نأخذ عنصر من اليمين من اليسار ونثبت أنه في اليمين، عشان أقول أن كل طرف محتوى في الآخر. رقم أربعة، نبدأ بالتبسيط حتى باستخدام التعريف حتى نصل إلى، خلني أقول لك بين قوسين، مستوى أور وأند. ها؟ لا و. مستوى أور وأند، ما في فرق، هو في النهاية ما في فرق. حتى نصل إلى مستوى أور وأند، ثم نعود إلى، خلني أقول بين قوسين، التركيب بشكل مختلف عن الشيء اللي احنا بسطناه، حتى إلى أن نصل إلى المطلوب.